بنصبح على حضراتكم من جديد. الأطفال طبعا مليانين طاقة وملهاش حدود، جواه مواهب وقدرات عظيمة محتاجة أن يتم اكتشافها وتأهيلها، خصوصا أطفال الصعيد. وده اللي شجع ضيفنا النهاردة أن هو يأسس مجراية، وهي مؤسسة فنية وثقافية في الصعيد، هدفها تدريب الأطفال والشباب على الفنون المختلفة زي فن الحكي، التمثيل، الرسم وغيرها. الحقيقة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المؤسسة المميزة دي من الأستاذ حمادة زيدان، مؤسس ومدير مجراية لتدريب الأطفال على مختلف الفنون بالصعيد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، منورنا. أهلا يا فندم. في البداية محتاجين نعرف منك تفاصيل أكتر عن مؤسسة مجراية والهدف الرئيسي من تكوينها. إحنا مجراية هي مؤسسة لتدريب الأطفال والشباب على الفنون المختلفة، والهدف الرئيسي منها أن الحاجة دي ما كانتش متاحة قبل كده، فأنا كنت شغال شوية في القاهرة ورجعت، فليه ما يبقاش في حاجة شبه كده. فقابلت صديقي مينا اللي هو شريكي كمان، هو مهتم بالسينما، وقررنا نعمل مجراية هدفها تدريب وتأهيل الفنون على فنون مختلفة، وكمان ان احنا بنقيم معارض للكتاب وبننظم مسرحيات، بننتج مسرحيات وافلام كمان. الموضوع ان الصعيد شوية بعيد عن الحركة اللي هنا في القاهرة، فاحنا حبينا نعمل حركة موازية في المنيا للي بيحصل في القاهرة. جميل جدا. بص بقى، انا اخر كلمتين دول اسعدوني بجد. أنا وفاطمة قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فكرة إن أصبح ما فيش حاجة اسمها اللامركزية، بمعنى إيه؟ إن ما بقاش في حاجة اسمها إن اللي في القاهرة بس هم اللي بيستفيدوا أو بيتم تطوير ودعم مواهبهم، سواء من قبل مؤسسات الدولة أو من قبل التحركات، مؤسسات المجتمع المدني أو تحركات فردية، لأن كلنا في الآخر بنتكامل للوصول لهدف واحد. فأنا سعيد جدا الحقيقة بمبادرتك على المستوى الشخصي، ويمكن سعيد كمان عشان أنا أحد أبناء يعني أو جذوري تنتمي لإحدى محافظات الصعيد، وده شيء أنا بفخر بيه. مجراية، بما إن أنا من الصعيد فعارف إن مجراية دي ممكن تكون جاية من مجرى، والمجرى هي اللي بيتم يعني روي الأرض من خلالها. تمام، فهي ليها معنى عميق الحقيقه. بالزبط. بس خلينا قول لي انت ايه سبب اختيارك للاسم وفسره لي اكتر. احنا لما فكرنا ان ناسس مجراية فكرنا في اسم يكون شبهنا، يعني ما نعملش حاجه تكون مش شبه المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فكرنا في لمبه جاز وفي كذا حاجه، كل حاجه ليها معنى، بس لينا مجراية سهله على اللسان شويه، وفي نفس الوقت بتكون ليها معنى اللي هو سقي الارض والحاجات دي. فالحاجات دي كلها سقي الارض بالثقافه بقى والفنون المختلفه، فالفكره ان هي جايه من الصعيد عندنا وفي نفس الوقت ليها معنى شويه عميق بيكون لطيف. على هل بتلاقي كل الناس اللي بره الصعيد فاهمين الاسم وفاهمين المعنى؟ بصراحه ولا ممكن يواجهوا صعوبه شويه؟ احضر انترفيو الناس بيقولوها صح، عشان هو دايما بيقولوها مجراية مش عارف ليه. فبيكون صعب شويه، بس لما بقول لهم المجرى والميه والحاجات دي بيفهموا بسرعه. لازم تشرح بقى. بالظبط. طب الاعمار اللي انتم مستهدفينها ايه؟ احنا الاعمار احنا من سن 8 سنين او 7 سنين لغايه 24 سنه، يعني 25 سنه. وفي المعارض بيكون كل الاعمار بقى، يعني احنا جمهورنا كمان في اسر، يعني في اسر بتيجي تحضر المسرح عندنا، فبيكون الوضع الطف. يعني هو احنا مش فاتحين المكان لعمر محدد قوي، بس البرامج بتاعتنا شويه موجهه للعمر اللي انا قلته ده، من 8 سنين لغايه 24 سنه. يعني نقدر نقول انها فئه الاطفال والشباب كمان. طيب، متحمسه جدا بقى اعرف ايه ابرز الانشطه والفعاليات اللي انتوا بتقوموا بيها في اطار مؤسسه مجراية. احنا بنشتغل على ثلاث اتجاهات. اول حاجه التدريب، احنا بندرب في فنون مختلفه، بندرب في الرسم، بندرب في السينما، بندرب في المسرح، بندرب في على الاشغال اليدويه للاطفال. والهدف والمحور الثاني لينا هو الانتاج، بننتج انتجنا 3 افلام وانتجنا تقريبا 15 افلام مسرحية. قصيره افلام قصيره وانتجنا تقريبا 15 مسرحيه من ساعه ما فتحنا في 2016. والحاجة الثالثة تنظيم الفعاليات، احنا بنعمل معرض للكتاب بشكل سنوي، بيكون هو مش مجرد منصة لبيع الكتب، لا بيكون شامل كمان ورش على هامش المعرض، بيكون شامل بانوراما للفيلم، بيبقى فيه عروض لأفلام مستقلة خلال المعرض، بيكون كمان فيه اكتيفيتي للأطفال خلال المعرض، فبيكون حاجة شاملة كده لمدة
7 ايام، وان شاء الله داخلين على الدوره السادسه من المعرض السنه دي ان شاء الله. استاذ حماده، انت قلت حاجات كتير قوي الحقيقه. تدريب على الفنون المختلفه، انتاج ل 15 مسرحيه وثلاث افلام، تنظيم فعاليات مختلفه ومنها معارض كتاب، انتاج للفنون، حاجات بصراحه كتيره جدا وحاجات مبهجه جدا. اكتر حاجه نالت اعجاب واقبال من الاطفال والشباب كانت ايه في المحاور الكتير دي؟ هو معرض الكتاب بيكون حدث كبير عشان هو الوحيد اللي بيحصل في المنيا واسيوط تقريبا بشكل مستقل يعني. تاني حاجه تدريب الاطفال، عشان تدريب الاطفال انت بتاخد منهم الرد الفعل الفوري، يعني لما بيتبسط بيكون باين ان هو اتبسط، طاقتهم وابداعاتهم ومواهبهم بتظهر. صح بالظبط. احنا اشتغلنا السنه دي على مسرحيه للكاتب اسيوطي كبير الراحل محمد مستجاب، ودي مسرحيه رحمه الله عليه الاستاذ محمد مستجاب، اللغه بتاعته تقيله قوي محمد مستجاب، فاستاذ اسامه طه المخرج بتاع المؤسسه عندنا على فكره استاذ محمد مستجاب ليه ابن اخ اعلامي بالظبط زميل بالظبط. فهو لما اشتغلنا على نص صعب جدا اسمه الذئب، مع اطفال تتراوح اعمارهم من 7 سنين ل 12 سنه بس، فان طفله تطلع تتكلم باللغه دي وتعمل عرض حكي بالشكل ده لمحمد مستجاب كانت حاجه عظيمه جدا، خاصه ان اولياء الامور شاركونا في المسرحيه، يعني اولياء الامور كانوا بييجوا يحضروا كل البروفات، بيحفظوا الولاد قاعدين هم كمان حفظوا النص، بيشاركوا برؤيتهم في العرض، فكان الموضوع مبهج جدا. وأكيد سعادة بالغة أنهم يشوفوا أولادهم وهم زي ما أنت بتتكلم كده ناجحين وقادرين أنهم يقفوا ويتكلموا بلغة عربية صحيحة، فدي حاجة هايلة، وخصوصا كمان أنت بتقول مشاركة، يعني مشاركة مش بس من الأولاد، مشاركة كمان من أولياء الأمور. شايف الرسم؟ معانا صور. عايزين بقى نتكلم عن الرسم الجميل ده، أنا شايفة أن في دقة فظيعة في الرسم. بتدربوهم بقى يعني إزاي على فكرة الرسم، وبياخدوا يعني وقت قد إيه في أنهم يتعلموا الرسم الصحيح؟ احنا بنشتغل على البورتريه بس في الاول، يعني رسم الوجه بشكل مظبوط، يعني دي اعتقد اصعب حاجه في الرسم بالظبط يعني. معانا حد اكاديمي بيشتغل معانا مستر مينا اسحاق، بيمسكهم من الاول خالص بقى، يعني اول حاجه الوجه بيتكون من كام نقطه، بعد كده معلش انا عايز اسالك في نقطه. اتفضل. الاولاد اللي بيجوا هم اوريدي بيبقوا عارفين اساسيات الرسم مثلا، او عندهم بدايه للرسم، ولا بيبداوا معاكم من الصفر؟ الاغلبيه لا من الصفر، بس بيكون عندهم شغف ان هم يتعلموا، يكون حابب الموضوع يعني. بالظبط كده. فهو بياخد معاهم التفصيله تفصيله تفصيله بقى، رسم العين، رسم الانف، رسم البق، تفصيله الوش نفسه بيكون عامل ازاي، لغايه ما في الاخر احنا كمان بنعمل لهم معرض. احنا عندنا مساحه ان احنا بنعمل معارض بصريه في مجريه، كمان انا نسيت موضوع المعارض البصريه ده، فبنعمل معرض للرسومات اللي بتطلع للاولاد في اخر السيزون، يعني بيكون في اكتر من معرض للرسومات، بيبقى منه عائد اقتصادي كمان. بالظبط. طب بص بقى، يعني ما يغركش ان انا مذيع، انا احب الحاجات الطفوليه قوي يعني. ايه حكايه حواديت وعرايس دي بصراحه؟ بص بقى يعني عايز اعرف. ده المعسكر، احنا كل سنه بنعمل كامبين كده للاطفال في الصيف، فالكامبين بتاعنا لازم يكون بيقول حاجه، يعني ما بنجيبش الولاد يقعدوا يتنططوا ويلعبوا وخلاص، يعني لازم يكون بيقول حاجه. فالكامبين السنه دي هو جزء منه لصناعه العرايس القفازيه من الورق، وفي نفس الوقت معانا حد تاني شغال على يدرب الاطفال على الحكي وازاي يخلقوا قصه، فهي العرايس اللي بينفذوها هي بتتعمل بتتنفذ بيها مسرحية للعرايس من خلال القصة للأطفال نفسهم، هم اللي بيألفوها؟ هم اللي بيألفوها. الله. وكمان بيسجلوها بأصواتهم حكي، يعني هو بيتعلق بثلاث ده تمثيل وصناعة عرائس وفن حكي، ده متعددين المواهب حاجات كده. كومبو بالظبط كده. فهو المعسكر خلاص يعني احنا بنقرب يخلص، والولاد سجلوا المسرحيه ودلوقتي في مرحله يعملوا الفينش بتاع العرايس اللي هم صنعوها خلال المعسكر. توفيق يا رب. كل انواع المسرحيات مسرحيات عرايس، ولا في مسرحيات بقى على خشبه المسرح واداء تمثيلي؟ لا، المسرحيه بتاعت الذئب دي كانت اداء تمثيلي مش طب عرايس. انت قلت ان انتوا يعني قدمتوا عروض كتير، قول لنا ايه تاني غير الذئب؟ احنا عملنا مسرحيه لحسن الجندي، كانت نص ميت، دي من اول مسرحيه انتجناها، واشتغلنا على مسرحيه الكافكا
كانت اتعملت في كافيه، يعني احنا صممنا الديكور كله في الكافيه واتعملت المسرحيه في كافيه عن كافكا، واشتغلنا كمان لجوتا مسرحيه كمان. هي بقى المسرحيات انا مش متذكر منها، بس بقول لك انا بس كان يعني شوية الاهم من اسماء المسرحيات، ايه ابرز القضايا اللي انتوا بتناقشوها في المسرحيه؟ والله القضايا اللي احنا بنحس بيها كشباب، يعني هو المسرحيه بتاع كافكا، هو كافكا ليه الطابع الكابوسي بتاعه، فاحنا خدنا من الطابع ده وعملنا المسرحيه. كانت بتتكلم على كل 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 بطل من الابطال ليه القضيه بتاعته، اللي هو يعني بناخد من 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 طموح من الكلام بتاع كافكا، وبنحاول نهندل الموضوع على حسب يعني اللي تقصده قضايا مجتمعيه، يعني قضايا يا عمرو بنعيشها بالفعل، فنطلع اننا نعبر عنها. اتخيل ان كمان ممكن يكون بيتنقل واقع الصعيد اكتر، بما ان الامر هناك وموجه لهناك واللي بيشتغلوا عليه ابناء هناك، صحيح؟ بالظبط. احنا اشتغلنا كمان على قضايا مختلفه شويه عن المجتمع في القاهره مثلا. ما دي فكرتنا، احنا اشتغلنا كمان على 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 فكره برنامج اسمه محكمه الجنوب. فكرة البرنامج ده ازاي نوصل للمجتمع في مصر كلها ان الصعيد مش بس الصورة النمطية اللي بتطلع في الدراما، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الطار بقى ومعرفش ايه والقصص. الصورة دي اتغيرت، وان كان المجتمع الصعيدي بيعاني من هذا الامر في احيان كثيره، وان كان ممكن يكون ده لسه موجود، ولكن بنسبه قليله جدا. اتخيل حتى الدراما، اتخيل بتنقل ده بشكل مختلف دلوقتي. يعني ده مش دفاعا مني عن الدراما، ولكن لان الواقع فعلا اتغير فاصبحت الدراما بتنقل الواقع بس الجديد. بس حقيقي لغايه دلوقتي شويه لا زي ما هي، يعني احنا شايفينها كده. بص يعني الصعيد ده انا صعيدي وعارف حساسين حساسين فبيزعلوا من اقل حاجه. اصل بص حتى لو في نوع معين من الصوره الاسطوريه عن الصعيد، هي صوره اسطوريه بناها صفاء عامر، فالصوره دي مكمله لغايه دلوقتي، اللي هي في قصور كبيره قوي والقضايا كلها محصوره في عيلتين بيتخانقوا مع بعض طول المسلسل. بس حتى لو دي يعني يمكن لازم تكون يبقى موجوده، في حبكه دراميه للموضوع، يمكن تكون موجوده في حته، بس احنا بس احنا عندنا يعني حاليا فعلا في تغيير كامل سواء في السينما او في الدراما، وانتم ما شاء الله بتقوموا بدور كبير انكم تغيروا الصوره النمطيه او تصدروا صوره مختلفه عن الصعيد وعن ابناء الصعيد بشكل عام، بالمؤسسات اللي انتم بتعملوها، بالانشطه اللي انتم بتقوموا فيها، فدي حاجه مهمه جدا يعني. صحيح. وكمان الدراما على فكره لما بتناقش مثل هذه القضايا فهي الهدف منها معالجة مثل هذه الأمور وليس الهجوم، يعني ربما بس البعض بيعتبرها هجوم، هي مش هجوم، هو احنا بنقول ان يا جماعة في مشكلة في المنطقة الفلانية عايزين ناخد بالنا منها. والدليل على كده ان بتلاقي دايما في آخر الفيلم او في آخر المسلسل يعني في عبرة في الأمر، ان اللي ما كانش اللي كان شخص غير سوي ايا كان، على فكرة هو من الصعيد بقى ولا من وجه بحري ولا من القاهرة، الشخص اللي كان مخطئ في او هو اللي عامل مشكلة او الشخص الشرير يعني زي ما بيسموه بيحاسب. دايما بتلاقي حل في نهايه القصه. صحيح. يعني والشخص الكويس او الطيبين زي ما بيسموهم برضو في الحواديت يعني هو اللي بينجح في الاخر، او هو اللي الدنيا بتكون معاه. احنا والله ما عندناش اعتراض على ده خالص، بس هي الفكره ان لا زي ما في القضايا دي والشكل ده في شكل تاني. انا شكل المدينه شكل، وخير مثال على ذلك وجود حضرتك معانا ومبادره زي اللي انتوا قايمين بيها. بس بقى بمناسبه المبادره بقى اسمح لي اتفضل يعني اعاتبك كتاب بسيط كده. اتفضل. انتوا بقالكم 6 سنين شغالين؟ تقريبا. طيب 6 سنين؟ 7 سنين. طب 7 كمان؟ طب ماشي. 7 بس وفي المنيا واسيوط بس، فين بقى المحافظات؟ والله هو في خطتنا، واتعرض ناس كتير كانت حابه، في حد من دهب كلمنا ان احنا نروح نفتح فرع هناك، بس هي في سينا. ده انتوا لا ده بس كل محافظات الجمهوريه. انا كنت عايز اتكلم بس حتى على محافظات الصعيد، انت فجاه نقلتني في حته ثانيه خالص. بالظبط. بس هي الموضوع صعب شويه، يعني احنا عشان ندير حاجات كتيره مع بعض، فان احنا نفكر نخطي خطوه تاني بره السياق ده، ممكن وقت مستقبليا يعني نفكر في حاجه زي كده، ان يكون مثلا في فرع لينا في سوهاج او اسيوط او الحاجات دي. بس سوهاج واقصر واسوان وبني سويف، يعني
والله والله نفسنا وكل حته نفسنا يعني بجد احنا عايزينكم في كل مكان والله نفسنا بجد بس الامكانيات الماليه والماديه لحاجه زي كده لا تسمح في الوقت الحالي زي ما قدرتوا تاخدوا الخطوه الاولى وكانت اكيد صعبه ما كانتش سهله بالظبط اكيد تقدروا تعملوا ده ان شاء الله باذن الله زي ما انت اتكلمت عن يعني التمويل هل في جهه معينه بتمدكم بالدعم المادي ولا هي جهود ذاتيه منكم احنا بنخش في شراكات مع مراكز في مصر هنا زي معهد جوتا الالماني المعهد الفرنسي وكمان جزء تاني الكامبات اللي بنعملها دي بيكون بشويه باجر يعني علشان نعرف نكمل فهو طبعا علشان على الاقل تغطوا تكاليف الانشطه اللي انتوا بتقوموا جزء بيها جزء منها يعني. بده وجزء منها بالشراكات مع المراكز والمعاهد طيب الاجنبيه انت قلت لنا ان انتوا بتعملوا معارض المعارض دي ما بتحققش عائد او حتى انتاج فني كمان لافلام والمسرحيات الحاجات دي ما بتحققش عائد اقتصادي يغطي التكلفه وممكن يكون كمان في مكسب وده حاجه كويسه يعني حاجه مش لا تعيبكم في شيء يعني معرض الكتاب بيكون فيها عائد من بيع الكتب الحقيقه يعني بيكون في عائد بس هو المعرض نفسه بيكون مليان تفاصيل كتيره فاللي بيجي من هنا بيتصرف على الورش احنا بنعمل ورشه مثلا في صناعه الافلام ورشه في الكتابه الابداعيه ورشه فبنعمل ورش على هامش المعرض فاكيد بيجي مدرب فاكيد بياخد اجر كمان المسرح اللي بنشتغل بنحاول نعمل اجر للحاجات الانتاج الفني بتاعنا حتى ان اللي جاي يعرف ان في قيمه معينه هيشوفها بيدفع لها فلوس فاحنا دايما اي انتاج فني بنعمله بيكون في مقابل علشان المشاهد او المتلقي يكون عارف ان دي حاجه مهمه كمان بنحاول بس هو انتاج الافلام يعني بيكون انتاج ذاتي تماما علشان احنا ما بيبقاش فيه ربح بعد انتاج الفيلم يعني هو الفيلم بيسافر في مهرجانات وحاجات يعني فيلم سينما الجنوب مثلا اللي اخرجه مينا شريكي في مجرايه سافر تونس واتعرض في زاويه في القاهره هنا واتعرض في كذا حته جميل. وخد جايزه كمان في مهرجان في تونس فبيكون العائد بتاع الافلام المهرجانات بقى والحاجات والتفاصيل دي حلو قوي يعني انتوا بتهتموا بشق تثقيفي وشق تدريبي قد ايه شايف ان الثقافه بتشكل وعي الانسان او لو هنتكلم عن الطفل بما انه هو البذره اللي احنا دايما بنرويها كده علشان في النهايه تطلع شخصيه سويه شخصيه مثقفه شخصيه واعيه وعندها ادراك يعني على الاقل بالمشاكل والقضايا المجتمعيه اللي حواليها لاي مدى شايف ان الثقافه مهمه جدا في تشكيل الوعي هي الثقافه عامه هي كل حاجه احنا عايشينها هي ثقافه فالطفل لما بيجي او احنا مش بس الطفل اللي بيتشكل ثقافته معانا هو بابا ومامته بيتشكل ثقافتهم معانا احنا عندنا شويه قيم كده في مجرايه بنحاول ننفذها ان الطفل ده شخص مسؤول من اول ما بيدخل المكان فهو بمسؤوليته دي هو اللي بيعمل كل حاجه لنفسه يعني ما عندناش الطفل اللي هو بابا وماما والحاجات دي الطفل من اول ما بيدخل المكان انت شخص مسؤول مسؤوليه كامله عن نفسك فده بيدي حاجه بس نوضح الصوره هم اللي بيقولوا بابا وماما يعني برضو مسؤولين على فكره مسؤولين جدا بس اعتماده يعني الكبير اعتماده الكبير على بابا وماما اوضح للساده المشاهدين اصلا يعني هو مجرد تعبير دارج يعني ربما البعض يعني بيستخدمه كنوع من انواع الدعابه او الهزار بينهم من بعض الشباب اللي هو بابا وماما فهو شخص مش مسؤول لكن هو طبعا ده مش معنى حقيقي او بيعكس الصوره الحقيقيه لمستخدمي هذه الالفاظ يعني بس هو اعتماده بس على بابا وماما أنا بشكل صحيح انتوا عايزين تحولوا المعنى حضرتك علشان ما حدش يفهمك تحولوا المعنى من الاعتماديه الشخصيه الاعتماديه للشخصيه المستقله يعني يكون عندها استقلاليه وفي نفس الوقت من خلال الفنون اللي بنقدمها يعني بيكون في كمان بنزرع فيهم المناقشه ان هو يعرف يتناقش يعرف يعبر عن نفسه براي صحيح يعني انا ساعات بنكون البروفا شغاله بيحصل موقف ما بين ولد وولدين او ولد وبنت موجودين بنوقف البروفا ونفتح دايره المناقشه وبنديهم كل واحد الفرصه ان هو يناقش ان هو يتكلم ان هو يقول انا عندي مشكله في ده او ما عنديش مشكله في ده ودي بتبقى جلسات لطيفه جدا علشان اولياء الامور كمان بيكونوا حاضرين معانا فكمان هم بيدخلوا في المناقشه مع الولاد وفي الاخر بيبقى في اقتناع بقى يعني طيب استاذ حماده واحنا وقتنا خلص بس عايز اسال حضرتك سؤال اجابته تكون سريعه جدا اتفضل
حاسين بثمره ونتيجه لمجهودكم الكبير ده، وشايفين نماذج قدامكم قدرتوا تدعموهم بشكل ايجابي على كل المستويات اللي ذكرناها على مدار فقرتنا؟ اكيد طبعا. يعني انا عندي كذا نموذج في الاطفال بالذات. انا عندي نموذج طفل اسمه كوكو، ده كان عندنا، احنا كنا فاتحين اكاديميه للاطفال من فتره، توقفت مع الاسف فتره الكورونا، وكنا عاملين لها منهج كمان بتاعنا بيعتمد برضو على التجريب وعلى ان الطفل يعرف يجرب كل حاجه ويعمل كل حاجه بنفسه. كوكو عنده دلوقتي 7 سنين تقريبا، ومهتم جدا علشان هو شاف حيوانات وهو صغير، سوري حشرات وحاجات، مهتم جدا بالعالم ده لغايه دلوقتي، وجانا السنه دي في تدريب نحت، فهو صنع تقريبا يعني ممكن نشوفه جنينة حيوانات عالم في علوم الاحياء، في علوم الاحياء وعلم النحت، هو بيحب الحاجتين دول جدا يعني. ان شاء الله. بنشكرك جدا الاستاذ حماده زيدان، مؤسس ومدير مجرايه لتدريب الاطفال على مختلف الفنون بالصعيد. شرفتنا ونورتنا. شكرا لك، نورتنا وشرفتنا، وبنشكرك لوجودك معنا النهارده. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، فقرتنا انتهت، ولكن حلقتنا لسه مكمله. بعد الفاصل هيكون معانا نموذج مشرف من ذوي القدرات الخاصه، بنوته جميله جدا اسمها حنين، قدرت تفوز بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم للخماسي. استنونا بعد الفاصل.